ايوه 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 صباح الفل يا هاني المكوه. شكرا. ما تخطيش، ارجع 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 لغايه ما اجيب لك الفلوس. مجيده معكيش 5 جنيه عشان ادفع المكوه؟ حتى لو معايا مش هديك، امشي. فار فار يا ست هاني. فار فار ايه؟ فار ايه؟ لمحته معدي كبير كده ما شاء الله. فار ايه دولك لمحته ودخل البيت يعني هو في الصاله دلوقتي؟ هو اللي جابه معاه في جيبه. انا عارفه انت بيعمل بتجيب الفلان تحطهم في جيوباتك وترميهم في البيوتات. جيوباتي وبحطهم في البيوتات ليه؟ بيشيلوا لي الشنط ولا بيشيلوا لي الشماعات؟ انا بالنسبه لي مش عايز مكوه تاني، لاست اوردر. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فار فار في ايه؟ في فار. أيها الليل الطويل ألنجلي. أرندلي إيه بس يا دول؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك إيه علشان تشتمه؟ ها؟ يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلعلناش نهار. ولا أنت مالك أنت؟ أنت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجة خاصة بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. ألو؟ أه رانيا. إيه 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 مال؟ مالك في إيه؟ إيه إيه إيه؟ في إيه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموتك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر حاضر، هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني ديناصورات وكده هون؟ ديناصورات يا ابني، الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها يعني، مفيش ديناصورات. ده كان زمان، انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني الثانيه جنينه الحيوانات، هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايه مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد. انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولها 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 والنبي دولها والنبي دولها. عايز ايه؟ عايز ايه؟ دول انا عايزك عايزك تاخدني معايا يا دولها والنبي. ها؟ اختك معايا فين يالا؟ وانا رايح اتفسح ياض. يا دولها عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده يا دولها. الفار؟ قوله وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ده ايه؟ لا يا راجل. دول فراق. انت يخرب بيتك، انت كنت بتتعامل معاهم ان هم ناموس. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكله في حته فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عضو ناشط جدا في فريق الكشافه، فنمنا بقى في صحارى وفي جبال وفي غابات، ومش بس فران. قابلنا حيوانات مفترسه وياما اتصرفنا معاها يعني، اخف انها من فار يعني. انا نام في حماك يعني؟ طبعا نامي في حمايه وما تقلقيش خالص يعني، انت في امان يا ماما وانت جنبي. هو يقدر يهوب ناحيه هنا؟ هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له، فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخد جبنته واتكل على الله. نامي نامي نامي. بحس بالامان معاك يا عادل لثباتك وقدرتك على المراوغه. مش نامي نامي نامي. فار فار مش على ايدي، مش على ايدي. يا ماما دي ايدي. ايدك انت بتدافع عنه؟ ما تخليش حبك لتوم اند جيري يتغلب على حبك لابوك يا ياسمين. ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ فار يا موكوس، وكنت عامل لي فيها احمد السقا في افريكانو. ده انا ما حصلتش احمد عيد في افريكانو برضه. في ايه يا جماعه؟ ايدك ايه؟ ايدك جايه تحت السرير؟ مش معقول بقى كده يا عادل، مش معقول الرعب اللي احنا عايشين فيه ده. يا بيبي ماليش دعوه، انت لازم تتصرف، الفرد هنموت يا بيبي. ما تقلقوش يا جماعه ما تقلقوش،
يانا الفار ده في البيت ده، ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام ميرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف والحكايات. ركز معايا، ركز معايا، افتح ايدك، افتح ايدك. لسه ما مش احتياطي، احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها. ماشي، دي الشقه يعني؟ دي الشقه. طب احنا فين يا دول؟ في الصاله. ادي الصاله اهو كده، هو ادي التلات اوض وادي الحمام. ماشي، احنا فين؟ انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه؟ يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار. يلا ركز معايا. طب البازار فين؟ البازار مش موجود هنا. الشقه فيها بازار؟ لا. يبقى خلاص ما تسالش، تسمع بس. ماشي يا دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقه كويس قوي يا معلم، وبعدين دخل على الشقه واختار اوضه وكن فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. الارانب اللي انتوا في بالكم اللي انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول، انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب. بالانارب؟ ما ممكن تبقى انارب غير الارانب. يا غبي يا غبي، اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا الملوخيه كانت القطط بتلم عليكم. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل، يعني احنا يا دوبك هناكل كده وان القطط بقى بينونوه ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي، ياخدوا الأنارب ويسيبولنا الرز. مش عارف ليه دول، يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة. عموما الأنرب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر، فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد. اتفقنا؟ اتفقنا دول. وبعدين انا هبقى نايم جوه في الأوضة، اول ما المصيادة تصطاد أنا تقوم عامل لي إشارة على طول. أيوة عارف أدول الإشارة، أنا عارف، أقوم غمز لك كده. غمز لي كده، هي دي الإشارة، وأنا نايم جوه وهسمعك. هسمعك إزاي يا غبي؟ أه صح أدول، خلاص أدول أنا هصفر لك. لما أنت لو صفرت لي ما أنا ممكن أصحى. خلاص اغمز لي بس بصوت. دلوقتي يا جماعة أنا جماعكم عشان أقول لكم إن في حظر تجوال، ممنوع أي واحدة فيكم تخرج من أوضتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقة. يا سلوم، طب وقفوا، ده احنا عايزين نروح الحمام. لا ممنوع، ممنوع أي واحدة تخرج من أوضتها. يا جماعة أنا مش مسؤول عن أي واحدة تخرج وتوصل للصالة، مش مسؤول عن تأمينها. وهل فترة الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فترة الطوارئ أنا ممكن أقول لكم في الأول إن هي مش هتستمر، لكن الواقع والنتيجة واللي حصل أثبت إنها بتستمر عادي جدا. مش مهم، المهم إن احنا نخلص منه. طب وطلباتنا؟ لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ؟ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها. هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها. هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي؟ نوي يا حماتي، لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه. لا ما اسموش هروب، اسمه لجوء سياسي مؤقت، وده برضو مرفوض يا ماما. دولا طب وانا دولا اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولا يا عم؟ ادي الفار لصياده يا دولا، جيب له جبنه يا عم. جايب له جبنه يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغدا؟ بقول لك ايه، بطلي نفسنا على الفار، عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه؟ يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه ما اقول لكم على الجديد. راح فين يا دول؟ وايه اللي راح فين؟ هو ما جاش اساسا، انا بهزر. يلا ايه ده؟ فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره، ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه. انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى. مصيده تلو الاخرى؟ يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه. ولا رمز؟ ايه دول؟ ايه مسكت الفرع دول؟ الفرع اللي مسكناه اللي انت عامله ده وحطيت لي مصياده في صدرك، الفار بيلعب في عبك ولا ايه؟ يالا دول والله ما الفار ما جاشي. ما جاشي؟
امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلت دولا. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن من اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه دولا بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه؟ لا امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دولا، بس انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دولا؟ والسم ده يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. دولا انت قاعد كده هون، ولا انت على بالك كده هون دولا وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولا؟ انت ايه، خلاص الرجوله بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص، ولا اقوم اطرقعك على وشك. فار ايه يا دي اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم، الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحته الجبنه محطوطه في المصياده. ها ما دولا، طب انت دلوقتي رحت اتفاهمت معاه بالحسنى؟ ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي استسلم، انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولا، دي شركة اجرام يا دولا دلوقتي، وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يلا اللي يشم خبر؟ هو في بوليس للحيوانات يلا يا اهبل؟ امال يا دولا؟ يلا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولا، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيط يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة اقتل فرانكو ورايحوا بالكو، في البداية محتاج منك شوية بيانات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده أنا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات، أنا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، أنا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل أمتى؟ عنده كام سنة؟ حضرتك يعني أنا ملحقش أتعرف بيه لأنه بيجري بسرعة جدا. لا الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي، عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هتكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. معقول كده يا عادل بقى؟ مش معقول، احنا زهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما، معلش معلش. طب هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران، انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخاف ويجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه، لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتري ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بصي يا ابي،
هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما، فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه، ساعدوني على ما انا انفذ الخطه. ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. ايوه ثانيه واحده. ايوه خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصيده يعني، ما حصلش حاجه الحمد لله. بقى الحرش من البيت ده بقى. خلاص خلاص، ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دول يا حبيبي، خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دول، يا صوتكوا جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز؟ موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. راح فين؟ دخل الاوضه. ورا رمزي. نعم دولا، ورا على الاوضه دي. يلا يلا بقى يلا. انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه، رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. يلا بقى يلا 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 يلا. أنا آسف يا دولا، أنا آسف يا دولا. آسف بتموتنا أنا، هلا بتموتنا أنا. دخل أوضتنا. ورا رمزي. نعم دولا. ورا رمزي. نعم دولا، أنا هنا دولا أهو. ورايا على أوضتنا هلا. تعال 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 تعال. أوضتنا وبقول لك ورايا. أنا آسف أنا آسف. تعال امشي امشي قدامي. يلا يا عادل يلا يا عادل يلا يا ويل ويل يا ويل ويل يا ويل. أنا آسف يا دولا، أنا آسف يا دولا. آسف إيه اللي بيطلع الفار عند وشي؟ بتضرب على وشي؟ أنا بتضرب على وشي. ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى ماما ماما، أنا داخل المطبخ يا ماما. داخل المطبخ؟ ده بيستهبل ده ولا إيه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا تعالى. يلا يا عادل يلا يا عادل ولا يا ويل ولا يا ويل. أوه 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 أوه. الفران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام، وللبني ادمين ما يسيبوش الفران يعيشوا مع نفسهم بسلام. ليه الصراع الازلي ما بين الفران والبني ادمين، مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفران وتستوعب البني ادمين؟ ليه البني ادمين ما يسيبوش الفران حتى حته جبنه في اي مصياده، والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فران، حرام عليكم. هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوه للتعايش. بشكركم على التحية، بشكركم على التحية. بس تفتكروا الفار اتأثر؟ ده كل. معلش يا دولا أنا آسف، سامحني يا دولا أنا آسف. ولا عمري هسامحك أبدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان يلف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم أنا ما غمزتلوش إلا مرة واحدة بس يا دولا. يعني غمزت له؟ أه يا دولا أنا آسف. على فكرة بقى أنا سامح حكايتكم الصبح ودواكوا عندي يا باشا. ايه عندك مكركور مشاش بدل الكلكاع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى، ده باشا صائد الفئران رقم واحد، ده اصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترعب منه رمزي. هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله تاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي، القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك. وبعدين انا هضرب هقولك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه مع النمور.
يعني كده كده هنموت يلا باين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك انا مش عايز يعني القط يموت الفار لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا هذا رمزي؟ لا يا دول انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده. دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربه مش ياذكش. مش ياذكش. اقعد يلا اقعد يلا مش عايز اسمع صوتك يا ضعف. ماشي بقى حضرتك هتعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيضربه ضربه مخبرين تدروخه بس حضرتك ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا يعني. لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك يلا يا بستك يا هجام بستك بستك اهجمي عليهم. معلش يا معلم بوس يعني هزقناك معانا صراحه النهارده. لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟ وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك زمان النمور شمت خبر والقرود اساسا مستنيني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه استاذ للاسف استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ حاضر. اتفضل حضرتك. مساء الفل يا باشا. ايه المكوى يا باشا؟ المكوى يعني انت اوعى مني اوعى اوعى. في ايه يا باشا؟ الزهر في فار في البيت دخل في البنطلون بس الزهر دخل يهزر. في يعني كانت معاك في المدرسه ايزيس اخلص بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ايزيس يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمه وايه كميه اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت دور لي على ايزيس يلا. أخلى صبخاته بيتزاته سباكياته ولا أخلى نساته؟ دي بازاراته ولا أنا مش صيفاته؟ بازاراته؟ لا حضرتك دي صيدلياته. عسلاته أنت دمه خفيفاته. أنت بتبيع إيه في صيدلياته؟ صيدلياته بص يا سيدي إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول أو ده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه أنت نفسي غباواته رمزي. غباواته؟ ده عرفك يا رمزي عرف إنك غبي. يا دول أو بيقول لي يا رمزي وبتاع أنا اللي مجنني يا دول هو عارفني ولا أنا اتشهرت يا دول؟ يالا يا رمزي يالا أنت مش عارفني؟ انا جعفر الهلالي. ايه جعفر ابو لمعه يا مين الواد جعفر ابو لمعه؟ جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر لا مش جعفر ابو لمعه. جعفر ابو لمعه بتاعي اللي هو صاحبي ده كان جزماتي عمه كان بيستحمى بالصدفه. احترم نفسك ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرومبا. بغل الفرومبا يا هو جعفر يقولك جعفر حبيبي حبيبي يا جعفر حبيبي. ايه ده وايه اللي نظفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عقبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده لا مؤاخذه ايطاليا يعني اليورو يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو يا دول هو قالتك في الواو افهم بقى. عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي قول له يا عم قول له ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه ايه هتكسر تخزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني؟ خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله انا لو مؤاخذه كده بقفل في الشهر قول يجي 2000 يورو.
2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه، 20,000 جنيه ايه 20؟ ما شاء الله يعني ايه 20؟ انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه يا جعفر باشا، يا جعفر بيه، ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب، اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. هتيجي تاخدني انا مين يا؟ المهم يعني يا استاذ جعفر، انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني، هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مره في 20,000 جنيه؟ يا نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام يا دولا؟ انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ لا معايا الكارت بتاعه اهو. بص لا مؤاخذه العنوان اهو والمحموله اهو، هو جاب العده بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر، مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين، اودي فين، اودي فين الجميل بتاعك ده؟ لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض، طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا لا مستعجلات حبيبي يا جعفر. سلامات يا عم زياد. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. السلامة دولا دولا، ابوس ايدك ابوس ايدك يا دولا، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمة؟ حضرتك يعني احنا جايين قصدينك يعني في خدمة بخصوص السفر ان شاء الله. انا معرفش حاجة عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا تارزي. طلباتكم ايه بقى؟ بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده، هو لايطاليا باذن الله. وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كروهات كده اهو. الله الله، انتوا جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حدفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. ايه المعفن؟ يا اهلا وسهلا، مش تقولوا كده من الصبح. طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا بص، اي طلبات انا تحت امرك يعني، من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير، هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم ندول جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاه، او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولا، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه، تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانية غير الجوازات ولا اي حاجه؟ بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5,000 جنيه. ايه 5,000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5,000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفاره ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا بازا برضو؟ انا نفسي اشوف سامية جمال. اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمة السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول حص صاحبك عني. ماشي دي سهلة قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم حص صاحبك عني. يا جماعه انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم.
هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي ايه؟ قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر ايطاليا. الفكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا اخيرا هجيب البرفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟ برافو عليك يا ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20,000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ يا دي العيبه، هتروح تشتغل صرامات يا عادل؟ صرامات ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعه؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا، البازار ده حله سهل قوي، في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب50% يعني، غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصب عني، انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما، للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك، مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يسرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا 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 مضمون، يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟ ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا بيه بقى، احسن الترزي ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي، ما انت معاكي مصر كلها، هو انا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجه ان تدعوا لي يا جماعه، لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. لا، وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه وردة حمراء. طب وهيحط الفازة ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي. اهلا وسهلا، ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازة فعلا. بس بقى بس بقى. كلمة السر ايه؟ كلمة سر ولا رمز كلمة سر ايه؟ اخاصمك. اخاصمك. هيفاء هيفاء هيفاء، يلا حاجة هيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسام. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت ماما في ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني، الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني، الشهير بدوله. وانا ره رمز يعني، الشهير بالجزمه. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركه الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحه من غير ما حد ياخد باله، بالراحه. حاضر، هات الفلوس يا رمزي بالراحه. يا دوله اتفضل. ايه دول؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليهم يتحبوا هنا. من غير ما حد ياخد باله، من غير ما حد ياخد باله. ايدكم معانا يا جماعه والنبي. خد خد من غير ما حد ياخد باله. تمام تمام كله تمام. حد خد باله؟ عيب، احنا شغلنا 100 100، ما تقلقش. المهم عامل ايه؟ عامل لي عشان ما حدش ياخد باله. يا كده هتخلي الناس ياخدوا بالهم يلا. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي مدام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا، انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا يعني، تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده اهو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام، جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي، سلام سلام سلام.
اموت انا في جو الحسابات ديت. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت اتشكل ايه؟ انا اسف انا اسف. اصل ايه دول عصابه؟ ايه شغلها على ميه بيضة؟ انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد، يعني الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك، ده عيالك يا دول. مالكش دعوه، يلا بينا. يلا يا فاضل يومين واسافر مصر، هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه، مش هتوحشني. يلا يلا امشي امشي قدام. السلام عليكم، ازيك يا معلم سين سالم؟ ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متينات. ايوه سين، ايه بقى احنا خلاص في بينا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم، او لو عايزين تدلعوني دلعوني يلا. طب عملت ايه بقى يا معلم سلمون؟ سلمون ايه يلا؟ انت كده مش بتدلعه، انت كده بتهزقه. احنا اسفين، انت شايفه كلب البحر. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني، وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط، فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب، انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تاشيره ايطاليا بقت صعبه دلوقتي، لكن انتوا ليكوا عندي انكم تروحوا ايطاليا، وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه، المعلم نون نظم ده بيتكلم صح الصح. بص حضرتك، انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا، هتروحوا من ليبيا، ومش هنروح طيران، هنروح عن طريق البحر، يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله، بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم، في ناس كتير مستنيه هناك، واول ما توصلوا المركب هتتحرك على بركه الله. سيري يا نورماندي تو. يا دول انا كان نفسي اركب سفينه من زمان. انت هتعملي فيها فتح الاسري سفينه اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم المؤاخذه، احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. احنا ناس منظمين، لينا مندوب هيستناكم هناك، هتخشوا التخزين تباتوا ليله ترتاحوا يعني، وبعدين تتكلوا على الله تسافروا على طول. يا جاي لك يا ايطاليا. ربنا سهل لك يا ابني، مع ان انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ما يا مرات عم ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول، اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي، واحده جوزها مسافر، وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رب؟ ايه بس؟ خايفة 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 عادل، خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك، حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان، انا عارفاك عارفاك يا عادل، عينك زايغة وقلبك مفعوص كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر، صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي، شادية هي اللي هترد عليكي. مسافر. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى، طمني عليك. لا موبايلات ايه، هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمري كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا اخويا الوحيد، عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي، سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها، انا عايزه شنطه ونص ليله. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي يا حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا، ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه. سلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. يلا ايه كهربتي ولا ايه؟ حبيبي حبيبي
بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى دول، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه عشان تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. اه وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر يا ياسمين. يلا باي باي، سلاموا عليكم. سلامة يا ابني، قلبي دعي لك يا حبيبي، مع الف سلامة. مع السلامة يا ماما، مع السلامة. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. سلامة. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي. باي. واللعب بتاعتي يا بابا. والبرفانات. باي باي. دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعي لك يا دول. مالكش دعوه، مالكش خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ حد ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هات ترحلوا. ده احنا ما لحقناش، بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده انت النبوذ واخد. لا 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 كده حاجه تقلق، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. اه يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل موضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي، اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ اسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب 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 خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا، في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ ده ازاي حصل كده؟ اسالي نفسك واسالي احساسك المرعف العالي اللي حاسه بيه قوي. مش انت احساسك ده هو اللي رجعه. انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. اسكت بقى اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا دي اسكت، يا انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرى لك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقى لنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين جراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا، لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. طيب يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرى لك والبهدله اللي شفتها، على قد ما انا مبسوطه انك رجعت لي، بالف سلامه يا قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. يا رانيا يا رانيا، اهم حاجه يا رانيا، الشريط لسه عندك؟ شريط ايه؟ الشريط اللي هو بتاع شادي، اللي هو خلاص مش مسافر والختمه ما مسافر. طلباتك قليله من الاخر كده، ما انتش قد البيعه دي. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغلي، والشغل ما فيهوش ياما ارحميني، وانا بقى غلطان اني اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي يا مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه، ودلوقتي اطلع بره. ده مدفنك انت، ما تعرفش انا مين؟ ده مقبرة. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعة.
وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنا ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب ادوله حس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكي كي. جيسكي كي؟ وهتعمل ايه بالجيسكي كي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دوله بقى عايزين نتفسح بقى يا عم ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دوله عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه وادخل دلوقتي على البازار عايزك تنضفه، عايزه بيبرق. ايه يا دولة؟ طيب انا مش عايز تديني فلوس يا عم. تدينيش بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه مالكش فيه. عايز حاجه؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم نتكلم بعدين. يا عم ايه اللي نتكلم بعدين وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لك اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 اتكل على الله. غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول حصل خير يا عم حصل خير. انا هستحملك. ماشي تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده اهدى يا عم اهدى. اهدى ولا ولا ابعد عن وشي. غور يا رمزي غور غور. ماشي 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 براحتك اضرب براحتك. ماشي خد تعال خد تعال تعال. عايز ايه انت بالبرطم بتقول ايه؟ بقول لك ماشي اضرب براحتك. ماشي انا فاكرك بالبرطم. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح ال يا معلم رمزي في ايه؟ بهزر معاك. مالك يا عم انت متضايق ولا ايه؟ حته والله يا دوله ده تعبني قوي قوي يعني، وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه ولو اتقطع ابقى رفيق. لا صالحه يعني صالحه. انا هفضل بس مستحمله لغايه امتى بس؟ روح يا حته والنبي روح هات لي اتنين شاي. اتنين شاي؟ انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شويه فهنزل لها. رايك يعني احنا بنعمل واجب مع الناس مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفسه سكرها ايه؟ نفسي سكرها زياده حته. الباشا باشا امرني. الاعتصام بكره قدام مكنه سته، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف يعني في اخر المظاهره، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي هكلمه يقضي طلبها. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايله عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش مهم. المهم هو الاضراب والاعتصام، لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش غلبنا في سيسليم البدري. خلاص اتفقنا اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا بقول لك يا رز زكريا الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى. ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعه يا عم حاضر. عندي ده يا ريس زكريا. ريس زكريا انت عرفت اسمي منين يا عم؟ انا سامعكم من الصبح يا عم وانتوا عمالين يعني تتكلموا على الاضرابات والاغتصابات. اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. يا ابني احنا عمال مطحونين. ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم احنا عمال مطحونين. طالع عنا شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغي. الاخ عامل برضو؟ عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش، بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديه قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تمتنع عن الاكل، عن الشرب، عن العمل، عن كل حاجه، ترفع يوفط اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك.
ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفط دي انا هصرف يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتثير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف الصوره؟ اه شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دول هيشيل الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا. لا لا ما تقولش يا ريس زكريا. ايه؟ اسكت ما حدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو، بص اهو، ده قانون العمل، عايزك تقراه كويس وتحفظه صم وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى، انت مش انت هتدوني بقى. سيب بقى يا ريس زكريا بقى، سيب بقى. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. انت ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟ يلا انا ايه ليا اسم تندهلي بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر؟ وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه؟ يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي، اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله عنك ما قعدت. اطلع بره يا جماعه، استهدوا بالله كده هون، انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمر بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يالا؟ مالك يا ماشي الشر يا ولاد، انتوا اخوات في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا ارطف ودنك، ارطف ودنك، ترك ودن الا ماما يا قليل، الا ماما يا قليل الادب. اهدي ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ولا لا؟ ده كده زادت عن حدها. كل يخش جواه، كل يخش جواه، سيبونا انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده الواد ده 13 بس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب رمزي، خش جوه، كله جوه. ده على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك ايه يا استاذ عادل، ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا؟ في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله الله الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه يا رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقطعك، ده انا هقطعك ياض، هقطعك. في ايه يا رمزي ياض؟ ماشي، انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. ماشي، اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي. اشتكينا، غور ياض يا رمزي ياض. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي. استنى بقى. ايه هتكتب؟ هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. سلام. الواحد يجي جاي يصطبح اجانب داخلين جوه البازار. ايه ده؟ لا للخصومات، لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهره ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت، بتشوه سمعتي قدام السياح. يلا انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي؟ يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان؟ ونعم بالرفق بالحيوان، عايز ايه تاني؟ ماشي يا دول، اقعد اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى. انت ماي جاد،
ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، إنني أتصرف معه كما شئت. تبًا لك، تبني. النجدة، النجدة. اغلق فمك أيها الوغد، سأقتلك، سأقتلك. يا إلهي، إنه يلكمه في مؤخرته. هل أنت أتيت في جمل؟ فلألكمه. اضرب برزقه فإني أتألم. إنني أريد أن أألمك. أنت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمة. وخيمة وخيمة، أنت لا تدري يا جون ماذا يفعل به، إنه مرمطني لقد طلع ماي آيز. يوجد قانون يمكن أن تقاضيه لحاكم الولاية. ولاية؟ وده يفهم ولاية؟ ده مش فارقة خالص. اضرب برفق فإن بنطال يتفتأ. سوف أرفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوة. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سيبك سلطتك عليا؟ ملوكش دعوة، ملوكش دعوة، ملوكش دعوة. الغوث، الغوث، النجدة. اتنين شاي على مية بيضة يا حتة والسكر برة. حاضر يا باشا. دول عندي يا دي حتة. امورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، انت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ونعمة بالله، بس يعني يا خواجة انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ اترك لي هذا الامر، فانا اعمل مراسل في قناة خد حقك، وسوف اتبنى قضيتك، وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي، اعلن قضيتك امام الرأي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولة. يعني بدا يا موفق، منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفولة اظافري. ياما وقفت جنب دولة حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما محققها له يعني، وياما رحت جبت له كياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخره تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقه يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجه، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالاقلام يعني ولا اي حاجه، وياما خدت منه اقلام وشلاليت وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجه صغنطوطه كده هون، يعني انا من ضمن يعني اسباب اعتصاني ووقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني انا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبه سفنجه علشان انا بحب اتنطط وانا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضيه رمزي. هل كنت لا تعطي راتبه الشهري؟ حضرتك انتوا ممكن تسالوا حته اللي شغال في القهوه اللي جنبينا، قولوا له انا بدفع مشاريب لرمزي قد ايه يوميا؟ بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع ان الموز فاكهه، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبه ضخمه يعني، بيرمي اللحمه اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك انا مش عارف هو يقصد ايه، يمكن مثلا عامل نفسه نباتي ولا حاجه. حضرتك وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة أنا هقول لكم على كل حاجة. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخدة السفنج وخد منها السفنج وبالموس، قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كورة شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين؟ حضرتك يعني جاب الشراب، انا مرة كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمة والشراب، خرجت لقيت فردة شراب واحدة لدرجة ان رجلي التانية خدت برد. وممكن تسألوا الراجل اللي هو شغال في الأجزخانة اللي جنبينا يعني، لأن أنا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. إيه ده؟ ده نمرة البيت، البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو أيوه أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا، بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك، انا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من ايام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم. الو يا استاذ محمود، استاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك استاذ محمود.
يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها، في أسئلة تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني إحنا كلنا ضربنا وإحنا صغيرين، عشان إيه؟ عشان نتعلم. ثانية واحدة. العشرة مساء. ألو، أيوة أستاذة منى. والله أنا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا، أكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك إن أنا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك، هو يقول اللي هو عايز يقوله، أنا بتفرج على العاشرة مساء من أيام ما كانت العاشرة إلا ربع. يا أستاذة منى، أستاذة منى، ألو ألو، ما دفعوش الفاتورة برضه. كده مش فاضل قدامي غير الأستاذ معتز الدمرداش، حد معاه نمرة معتز؟ حبيب قلبي، ايه لازمة الحرب الاعلامية الاولى اللي انت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله، انت عارف رمزي؟ القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما، انا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب اي حاجة ويعمل اللي في دماغه، يا مش عارف احكمه، مش عارف احكمه. انا عايز افهم حاجة يا عادل، هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفضه يا اخي، ارفضه وخلصنا. يا سلام، ارفضه عشان الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفضه وفين حقوق الانسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا انا ناقص. طب اوكي اوكي خلاص يا بيبي، اعمل هدنه. يا سلام، اعمل هدنه عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضيه اتصعدت ووصلت لبلاد بره في اوروبا، دلوقتي القضيه هتتنظر في محكمه العمال بتاعه اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا، محضر مع اتلانتا لمرض مستعجله. امور يا استاذ جون باولا، امور حضرتك عايز ايه؟ اريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم، فقد خسر القضيه التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه الشاب رمزي؟ ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام، فقد خسرتم القضيه وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الاضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم، ده ظلم. عادل عادل، ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. بيبي يا حبيبي قلبي، سلامتك من سلامه قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان، الندل الندل الجبان. دولة حبيبي، دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده يا دولة، الف سلام عليك. عايز ايه؟ عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديد؟ يا نهار ابيض. يا دولة ايه يا دولة؟ فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجة يا دولة؟ يا دولة حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولة. معلش يا عادل يا حبيبي، ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي، هرفع عنك الخصم وبعدين هبقى اخده تاني. طب يا دولة بقى، يعني انا ليه حبة شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبة شروط؟ يعني شايفة بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط؟ بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بيه الشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرضة، شفت النمرضة. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبة للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة، يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم، ماشي؟ وتجيب لي كل يوم كوباية كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري؟ طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا، يعني كمان علبة كشري؟ علبة. معلش يا دولة أنا آسف يا دولة، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولة حبيبي. دولة حبيبي. خلاص خلاص. سلام عليك يا دولة. أنا جزمة، أنا جزمة. أنا عارف إن الجزمة موسخ إيدي. بص إزاي؟ ماشي خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم، بس على شرط أنا كمان بقى. أمرني يا دولة حبيبي. مش أنا كنت كل يوم